اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ليس غريبا ان ينشا اديب من اسره عانت الادب لاجيال عده ليس غريبا ان يكون الانسان مثقفا في اسره عرفت الثقافه من قبل ليس غريبا ايضا يكون الانسان طبيبا في اسره ظهر منها اطباء سابقون لكن الغريب فعلا ان ينشا اديب مثقف له اهتماماته العلميه والادبيه في اسره لم تعاني هذا كله من اسره كانت تعمل في مجال التجاره فحسب وكانت هذه الميزة حقيقة هي التي لفتت نظري في سيرة هذا الرجل من اسرة تجارية وجيهة من اسر بغداد المهمة في عصرها لكنها لم تعرف بادب او بعلم عرفت في مجال التجارة في مجال الاستيراد والتصدير في مجال تجارة النقل الترانزيت في كل شؤون التجارة الا انها لم تخرج فيما نعرف أديبا أو كاتبا أو شاعرا أو نحو ذلك إلا أن الحاج خليل ون كان يمثل هذا النموذج النادر لأولئك الذين استطاعوا بمجهوداتهم الذاتية أن يغيروا من نهج أسرهم في مجال التجارة في مجال الاقتصاد الى ان ينهج نهجا مختلفا تماما في مجال الادب والعلم والثقافه والتاريخ والشعر وغير ذلك. أه ليس هو الوحيد طبعا، لكنه كان من من الاوائل الذين عرفنا أه فيهم هذه الصفه. يعني مره تحدثنا عن الشاعر الكبير عبد المحسن الكاظمي. عبد المحسن الكاظمي من اسره كانت تعاني تجاره الجلود. لكنه نبه وكان شاعرا عظيما ظل ذكره خالدا حتى اليوم، نعم هناك من استطاع ان ينهج منهجا مختلفا عن بيئته وربما كان خليل ونه واحدا من اولئك. ال ونه اسره تجاريه كبيره كان لها شان في بغداد وفي محله باب الشيخ بالذات في القرن الثالث عشر وربما قبل ذلك ايضا لاننا نعرف نحو ثمانيه يعني اجيال عانت التجاره في هذه المدينه وهم من هذه الاسره وكانت لهم دورهم وكانت لهم تجارتهم وقوافلهم وغير ذلك وبرز منهم خليل الذي عرف فيما بعد بالحاج خليل ونا ومن المؤسف كملاحظه اوليه أن هذا الرجل ظل مجهولا آثاره الأدبية والتاريخية هذه كلها لم تجد طريقا للنشر وبالتالي ظل مجهولا لا يعرفه الأكثرون من أهل بغداد إلا أن وفقنا إلى العثور على مجموعة مؤلفاته في منزل أحد الفضلاء وجدنا في هذه الآثار ما دل على عالم نابه ومثقف ورحالة مهم يعني ظلت أخبار رحلاته وأدبه في طي النسيان إلى أن عثرنا على هذه الآثار خليل ون إذا كان بدأ حياته تاجرا أو يعمل في تجارة أسرته وعلى فكرة وينبغي أن نقول هنا. كانت التجارة في عصره يعني في القرن التاسع عشر لها سماتها يعني كانت ولها تقاليدها ومن تقاليد الأسر التجارية أن تبعث بأبنائها إلى المدن التي ستمضي إليها القوافل ليكونوا محطات أو مراكز تجارية كما نقول في مصطلح هذه الأيام في تلك المدن فتجد الأسرة البغداديه لها فرع في الحلب وفرع في الموصل وفرع في دمشق واخرى في في مصر في القاهره وهكذا تتوزع او توزع هذه الاسر يعني ابنائها ليكونوا متجمعات اسر اخرى في هذه المدن حتى يراعوا هناك ويشرفوا على تجاره القوافل التي تمضي وتذهب في من خلال مدنهم يعني كانت هذه تشكل ما يشبه أن تكون الشركات حقيقية تقوم على أساس الأسري للشركة فروع في كل مدينة يمكن أن تصل إليها تلك القوافل التجارية وهكذا كانت أسرة آل ونة وهذا ربما فسر لنا لماذا يعني فضل خليل ونة أو لماذا اتجه منذ شبابه إلى السفر والترحال حتى انه استقر فتره في مدينه حلب وتزوج هناك وكون اسره انجب ابنتين هناك يعني وعاش في فتره في القاهره وفي دمشق ووصل الى اقصى المغرب هذه ربما كانت مدفوعه في بعض دوافعها بدوافع تجاريه درجت عليها الاسر البغداديه التي كانت تعنى بشؤون التجاره على أي حال أول رحلة نعرفها عن هذا الرجل كانت للحج وبالتالي عرف منذ شبابه بالحاج خليل ون وبعد ذلك بعد هذه الرحلة اتجه إلى حلب وقلنا أنه استقر فيها عدة سنين واستقر وعثرنا على ورقة فيها حسابات يعني طريفة ما كان ينفقه على بيته يعني حاجات بيته شنو الاثاث اللي كان يحتاجه وانفاقه اليومي قائمه صغيره لكنها دلت على انه اسس بيتا له لاسرته في مدينه حلب وانه تزوج وعاش هناك فتره. والمهم في هذه الرحلات انه كان معنيا بتسجيل كل ما كان يمر به من ظواهر اجتماعيه وتاريخيه وحتى صحيه يعني حينما ينتشر مرض تجده يسجل هذا المرض في هذه السجلات فجمع عددا من الدفاتر مليئه بالملاحظات الذكيه تعرفنا عليه من خلال هذه الدفاتر التي حواها رجل يعني استطعنا ان نلتقي به وهو في أخريات حياته فرحمه الله الآن بين يعني في صندوق قديم فهذه الدفاتر فعلا فيها فوائد وتلقي ضوءا على شخصية هذا العلم البغدادي الذي ظل بعيدا عن الأضواء بسبب انزوائه في أخريات حياته وانزواء مؤلفاته أيضا إذا جاز التعبير في صناديق لم يطلع عليها أحد حتى قيض لنا أن نطلع عليها قبل عقود الرجل يعني كان يسجل كما قلنا وسجل أشياء كثيرة يعني مثلا من الأشياء المهمة التي يعني سجلتها أو سجلها في دفاتره انه بعد ان عاش في حلب، عاش في حلب حدود 1836، على فكره هو لم يسجل تاريخ ولادته مع الاسف يعني، ولكنه ذكر انه عاصر السلطان سليم الثالث، وهذه اشاره جيده، لاننا نعرف ان السلطان سليم الثالث تولى السلطه في 1203، وبالتالي نعرف انه يعني كان حيا بعد هذا التاريخ. آه ويعني آه بعد إقامته في حلب آه نجده يأتي إلى العراق ويكتب كتابا في المسيب يعني لا نعرف ما الذي جاء به إلى المسيب ويقول كتبته يعني قصيدة نظمها في حضرة يعني في مرقد أبي الجاسم أبي الجاسم في مدينة المسيب كان في العراق، كان كثير التجوال ولا ندري دوافعه بالضبط، ربما كانت التجاره احد تلك الاسباب ولكنه تجاوز هذا الدافع الى انه وصل الى مناطق قل ما وصل اليها عراقي من قبل او من بعد في ذلك العصر. وهذا يعني اكبر اكثر من ان يكون يبحث عن مجال او تاسيس فرع لشركه اسرته، حقيقه كما سنذكر بعد مجيئه للعراق يقصد اسطنبول لشان لا نعرفه من شؤونه وسجل في دفاتره هذا هذه معلومات مهمه عن الحياه في هذه المدينه في العاصمه العثمانيه ومر في طريقه بمدينه انطاليا في مدينه انطاليا اللي كان يسميها العلائيه وهو اسم اخر لها ووصف مدينه انطاليا وصفا جميلا هذا الميناء الجميل على البحر المتوسط وبعد حين نجده في مدينه الاسكندريه ويصف مدينه الاسكندريه ايضا وصفا في في هذه فيما اودعه في هذه الدفاتر الكثيره وتؤلف مجموعه كبيره ضخمه ترك وصفا جميلا لهذه المدينه الساحليه وكان فيها عام 1854 ومنها غادر مره اخرى الى اسطنبول، ومن اسطنبول غادرها إلى تونس. هذا الرجل لم يكن يعني يركن إلى مكان إلا وغادره إلى مكان آخر. ومن تونس يذهب إلى قسطنطينة في الجزائر، وهو العراقي الوحيد الذي وصل إلى هذه المناطق هذه تعتبر ليست على طريق حج ولا على يعني ولم يهتم بزيارتها العراقيون مثل بلاد الشام ومصر والحجاز وغيرها واسطنبول ذهب الى قسطنطينه ومن قسطنطينه عاد الى تونس مره اخرى وهكذا نجد هذا العراقي يعني سائح بطبعه سائح بطبعه يتنقل من مدينه الى اخرى، لكن ليس هذا هو المهم في رحلاته. المهم في رحلاته انه كان يسجل بدقه في دفاتره كل ما كان يراه في طريقه وفي هذه المدن التي قيض له ان يعيش فيها. والاهم ايضا انه كان يسجل ملاحظات طبيه وصحيه مهمه. يعني هناك امراض لم تكن معروفه في وطنه العراق، وجدها في قسطنطين معروفه فسجلها وسجل علاجاتها يعني كان ربما كان يحسب كما نقول لمستقبل قد تفد فيه هذه الامراض الى وطنه فنبه مواطنيه الى خطورتها وذكر لهم فيما سجله الادويه والعلاجات التي يمكن ان تعينهم على الشفاء من هذه الامراض ان اصيبوا بها. يعني هذا الرجل كان طبيبا صيدلانيا عشابا يعني يعنى بعلم بالطب النباتي وبالفوائد المواد الغذائيه بشكل كامل يعني بشكل شغل جانبا من ملاحظاته هذه. ولم نجد عراقي في ذلك العهد قام بما قام به مثل خليل ونة يعني دفاتره كانت أشبه بما كان يسميه الأقدمون كناش الأطباء يعني المجموعة التي تضم علاجات كثيرة وملاحظات بعضها دوائي وبعضها سريري وكل ذلك نبهنا إلى يعني إلى طبيب عراقي لم يدرج في قائمة الأطباء العراقيين في عصره كله. من الاشياء المهمه في رحلاته انه ايضا كان يلتقي في كل مدينه باهل العلم من اهلها ويصطاد منهم يصطاد بمعنى يختار من اعمالهم العلميه من اثارهم من اشعارهم من من نثرهم قطعا ادبيه يودعها في هذه الدفاتر. هذه الدفاتر الحقيقة منجم يعني اصبحت فعلا منجم لعلم وادب وطب مهم مهم في كل على كل الاصعدة. عرفنا بعلماء لم نكن نعرفهم لولا ان التقى بهم وسجل اثارهم، عرفنا بشعراء واتى بنماذج من اشعارهم ما كنا نعرفهم ولم يترجم لهم احد من معاصريهم. يعني قدم لنا صورة بديعه حقيقه عن الحياه الثقافيه والعلميه فضلا عن الحياه الاجتماعيه في رقعه واسعه من البلاد العربيه تصل من المشرق الى المغرب فضلا عن الاناضول واسطنبول التي زارها غير مره. قدم لنا وصفات لصناعه الادويه هذا جانب اخر يعني كان صيدلانيا تماما يعني ما يسميه دهن ملوكي يعني للتخلص من هذا المرض أو ذاك يصف صناعة الأدوية بل أنه وصف لنا صناعة كثير من المواد التي تدخل في الصحة العامة يعني التخلص من من البعوض ومن البرغوث ومن ما تصيب البيئة عادة من آفات وربما كان دافعه الى هذا انه عاصر وهو ما زال ما زال شابا يعني اكبر طاعون اصاب بغداد عام 1186 هجريه عفوا عام 1231 نعم 86 ربما قبل ولادته ولكن في عام 1831 ميلاديه 1247 هجريه هذا شيء عاصره هو تعرضت بغداد الى الغرق والى الطاعون معا وهو عاصر هذا وادرك خطوره هذه الاوبئه حينما تداهم المدن ومن هنا كان اهتمامه بموضوع الصحه العامه يعني القضاء على الحشرات، القضاء على كذا، المكان الصالح للعيش، المكان الموبوء، الاوبئه كل ذلك اهتم به اهتماما نمى عن بعد نظر يعني موضوع الصحه العامه من الموضوعات التي عني بها الاطباء القدامى وهو واصل هذا الاهتمام في ملاحظاته الكثيره الذكيه آه هذه الدفاتر شكلت موسوعه حقيقه يعني ممكن أن نسميها فيها عشرات من المباحث المهمه ومئات من الملاحظات الذكيه ولكنه وهذا شيء يؤسف له حقيقه، له ديوان مستقل في الشعر، كان شاعرا حقيقيا كتب شعرا جميلا اودعه في ديوان وظل هذا الديوان موجودا ويتوارث حتى بين الاحفاد والاصهار حتى وصل الى احد الاطباء العراقيين يعني المتاخرين الدكتور الوتري كان يملك نسخة من هذا الديوان، ثم سألته عنه وتبين ان الديوان لم يتحقق لي في الاقل اين استقر به المقام، ولو عثرنا عليه لاكتشفنا شاعرا اكتشفناه شاعرا فضلا عن اكتشافنا له عالما ورحاله. ايضا مما يحسب له انه كان مؤرخا لانه كتب مجموعه تاريخيه مهمه سجل فيها ما مر ببغداد من الكوارث الطواعين تحدثنا عنها تحدث عن, عن تاريخ بغداد بشكل مجموعة المجموعة فرقها عن كتب التاريخ أنها تسجل الحوادث حادثة بحادثة يعني على غير ترتيب معين مو بالضرورة تكون ضمن سياق كتابة حولية للتاريخ وإنما يعني على السنين وإنما هي حوادث يسجلها حادثة بحادثة هذه المجموعه تعد من مصادر تاريخ العراق وتاريخ بغداد على وجه الخصوص في القرن الثالث عشر يعني التاسع عشر تحدث فيها بنص بديع عن طاعون 1831 الذي تحدثنا عنه ولكن هذه وقد آلت هذه المجموعه الى مكتبه المحامي المؤرخ الكبير عباس العزاوي وظلت رهينه احد رفوف هذه المكتبه الغنيه. ولكن يعني لكن لم ندري اين استقر بها الحال الان ربما تكون موجوده ولكن لم نجد احدا اشار اليها مصدرا. على اي حال هذا الرجل كان يعني فذا وفريدا ومميزا في كل اعماله رحاله طبيب الى غير ذلك مما ذكرنا من اختصاصات متنوعه عاد الى وطنه البغداد وعاش حياة بسيطة وتوفي وغابت آثاره إلى أن عثرنا على هذه الدفاتر التي تحدثنا عنها وربما يعثر في مستقبل الأيام على ما يدل على أهميته في تاريخ وطنه الثقافي والأدبي وغير ذلك أعزائي المشاهدين تحدثنا إذن عن واحد من أعلام العراق الذين يعني غبنوا من حيث أنه لم تسلط عليهم الأضواء الكافية رغم علمهم وأهميتهم وسنتحدث في حلقة مقبلة إن شاء الله عن علم آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته